شيء وبعدين حياك الله يا سارة. السلام عليكم. يا هلا وغلا، حياك الله يا سارة. وشلونك؟ طيبة؟ ايوه الله يحييك. وش تعرفين يا اختي سارة عن كفالة اليتيم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم عليه، انا كافل اليتيم في الجنة. ما شاء الله تبارك الله. اعطي نقاط؟ ايه، من تعطي النقاط؟ فؤاد وسعد. يستاهلون والله يستاهلون فؤاد. يا اخي خليني اكلمها، تكفى. يلا تبين تكلمين فؤاد؟ نقول لفؤاد لا تبغي بعد. وش بعد؟ أبشري سارة، كيف حالك؟ طيبة؟ إيوة إيوة. من أين أنت؟ بسم الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك ويحفظك واذكر الله يا الربع. أبشري على خشمي ذا الحين، حتى ماني براقد إلا على البث على خشمي. يا يمه كليني يا أستاذ الدين. ومتعب كمان. ايش يا سارة؟ وانت كمان؟ ها يا سارة؟ ومتعب ومتعب. خلاص طيب وش حابة تقولين يا سارة المتعب؟ وش تبين تقولين المتعب؟ متعب ما يغيبون على البث. ايه لا يغيبون على البث. طيب خلاص سارة بقول لك شيء، قولي قري عقلي. قولي تقول ها؟ قولي قري عقلي. قري عقلي. الله يجعلني لا انا ما شاء الله تبارك الله يعوضها. الله يخليك لاهلك يا سارة ويعطيك العافية وابشري. انا شخصيا بقعد لهم عند الباب، ما عاد يطلعوا، ما عاد يرجعون داخل. الله يعطيك العافية يا سارة، وابد ان شاء الله نقاطك وصلت المتعب والفؤاد. بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الله. عطتنا طاقة ايجابية سارة، بسم الله عليها ما شاء الله، الله يخليها لها. مدد الفقرة شوي يا اخوي، من زمان ما شفنا سمعنا صوت الصغار. ما عندنا احد صغير في القرية الا عبد الله العلياني. الله يجعل معي بالذمة. قصدي هو اللي معطينا يعني روح مرحة مع. نعم اي صحيح. دلعوني المفروض والله. لا دلعك ليه؟ ما ناكل معك؟ هرش القرية أنت. ما ناكل معك؟ هرش القرية. هرش القرية؟ يعني مالك تنيد، مالك تنيد يعني. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما تبغى ناكل معك؟ إيه. على أساس إن ناكل معك الحين الله يعطيك العافية. أنت كلش تاكل الله يجعله ما بيطلع. والله. ما يبقى لك ما يقصر. لا بالعكس. كمل وكبرت جهودك من الإشارة. قول لا إله إلا الله، أذكر ربك يا ابن الحلال. صحيح. الله يعطيكم العافية يا إخواني الكبار. قول فيه اتصال. يا اخوي تكلمنا عنها كلها، شفنا